أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الغر الميامين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. العلامة الوريفي أصحاب الفضيلة، إن اجتماعنا اليوم في هذا التابين المركزي، والذي يعتبر آخر برامج التأبين لسماحة العلامة الستري قدس الله نفسه، والذي امتد على مدى 4 أيام كان مبدأها التأبين العلمائي للحوزات العلمية في ثم معرض الصور والمرسم الفني، وثالثها اللقاء الأدبي والإنشادي، وانتهاء بهذا الحفل المهيب لهي رسالة وفاء لفقيدنا السعيد وللعلماء الربانيين المخلصين على أن تبقى أرواحهم خالدة بقيمهم أو بقيمها العالية ومبادئها السامية وماضيها المشرق بالعطاء. فباسم العلماء عامة، وباسم حوزة الغدير وعائلة العلامة الستري خاصة، نشكر شبابنا وأبناءنا الذين جندوا أنفسهم وبذلوا قصارى جهدهم للقيام بواجب الأبوة لسماحة العلامة الستري، وبالخصوص اللجنة المنظمة والمشاركين وكل الأيدي المباركة التي ساهمت في إنجاز هذا البرنامج التأبيني للعلامة الستري رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، لقد جرت مشيئة الله تعالى على أساس حفظ الدين وإعلاء عماده بتدابير إلهية متقنة، أهمها بعثة الأنبياء واصطفاء الأوصياء عبر مسيرة رسالية كان مبدأها الأنبياء ومنتهاها العلماء. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا كان العلماء الربانيون وسيبقون الحصون المنيعة للدفاع عن دين الله وتعاليمه، وهم المرابطون للدفاع عن سنة نبيه والأئمة المعصومين من بعده، يحيون العقول بالتعليم ويوقظون القلوب بالموعظة، ويقودون الناس للهداية ويفسدون مكائد الشيطان، وهم سند المؤمنين في زمان اليتم والاختبار. ومن هنا نفهم قول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عندما يقول: علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. وقال الإمام الكاظم عليه السلام: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من 1000 عابد، لأن العابد همه ذات نفسه فقط. وهذا أي العالم همه ذات نفسه وذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فذلك هو أفضل عند الله من 1000 1000 عابد و1000 1000 عابدة. ومن هنا نعرف فداحة فقد العالم
وحجم الخسارة التي تترتب عند رحيله. قال صلى الله عليه وآله: موت العالم مصيبة لا تدبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم، ولا سيما إذا كان الفقيد مثل فضيلة العلامة الستري قدس الله نفسه، ذلك الرجل الذي كان أحد المرابطين المخلصين في الدفاع عن دين الله وسنة نبيه، لذا كان لفقد سماحته بالغ الأثر وعظيم الخطب. كيف لا ونحن نفقد رجلا كان مشعلا يضيء بعلمه جزيرة سترة وأرجاءها، وروحا تبعث الحياة في أبنائها، وقلبا يتدفق رحمة ومحبة على صغيرها وكبيرها، كان ظلا يستظل به العلماء وطلاب العلم يأوون إليه في شدائدهم ويلجؤون إليه في شؤونهم، وكان بابا يقصده الفقراء ويلوذ به المحتاجون من داخل البلاد وخارجها. حقا إن فقده أوجد يتما لا يزال أو لا زلنا نستشعر مرارته بين الحنايا. وقفة مع الدور العلمي والاجتماعي لسماحة العلامة الستري. إن في حياة شيخنا الستري وسيرته الكثير من الدروس والعبر التي لا يمكن أن يتجاوزها الزمن، وستبقى ثابتة في ذاكرته، نستلهم منها عطاء متدفقا ومنهلا رويا. وصدق مولانا أمير المؤمنين حين قال عليه السلام، حين قال لكميل: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدار، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أولا الدور العلمي، انطلاقا من الروح التي كان سماحته يحملها، والتي كانت روحا عاشقة للعلم ومثابرة في تحصيله. ولقد كان رحمه الله نموذجا لمن عرف قيمة العلم فثابر في تحصيله، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: أطلب التعلم ولو بخوض اللجج وشق المهج. وعنه أيضا قال: لو علم الناس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. وسماحته ممن عرف قيمة العلم وثابر في تحصيله، وتشهد له المواقف، فهو الذي تحمل البعد عن أهله وأحبته شهورا وسنوات ليكمل دراسته الأكاديمية في المنامة، في اللحظة التي لا يمكنه الذهاب والإياب إلى مسقط رأسه جزيرة سترة، حيث لم تشيد الجسور بعد بين سترة والمنامة. كما أن بداية تحصيله الحوزوي يكشف عن تعشقه لطلب العلم، فقد كان يقطع البحر ذهابا وإيابا ليصل إلى جزيرة النبي صالح ليدرس المقدمات عند أستاذه الشيخ حسين الجزيري رحمه الله. كما أن سماحته تحدى الظروف ولم تكسر همته لحظة فقد أبيه رحمه الله، وعودته من النجف الأشرف ليتحمل مسؤولية الأسرة بعد أبيه، بل سرعان ما طوع الظروف وشد رحاله مرة أخرى
إلى النجف الأشرف ليواصل مسيرته العلمية. العلامة الستري له نشاطه البارز على هذا المستوى العلمي، ولقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لكل شيء زكاة، وزكاة العلم أن يعلمه أهله. ولقد كان رحمه الله سخيا جوادا مبسوط اليدين بالعلم والمعرفة، فنشاطه العلمي المتوقد بالعطاء يكشف لنا ذلك. فمثلا بعد عودته من النجف الأشرف أثرى الحوزة العلمية، بدروسه العليا في المدرسة المنصورية وفي مجلسه العامر بالعلم والعلماء. ثانيا كان يلقي دروس الفقه في الكثير من مناطق سترة، في كثير من مناطق البحرين كالمحرق وعالي والدير والمنامة وبوري ومسقط رأسه سترة وغيرها من المناطق الأخرى. ثالثا كان مسجده في سترة، مسجد الغدير، مقصدا للمصلين، ودروسه الفقهية فيه عامرة بالمؤمنين رجالا ونساء، ولا سيما في المواسم العبادية كشهر رمضان. رابعا ولقد كان له حضور بارز مع أصحاب الفضيلة العلماء في المواقف ذات الطابع العلمي للدفاع عن الدين وحدوده. وخامسا أسس سماحته حوزة الغدير للعلوم الإسلامية، وكان سماحته رئيسا لمجلس أمنائها، وهي مؤسسة تعليمية تعمل بشقيها الرجالي والنسائي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولا زالت قائمة وستبقى مخلدة لذكره ومجده العلمي. وعبارة خارج النص: كان لفقده رضوان الله عليه صدمة كبيرة لنا، فالحوزة لم يمضي على تأسيسها إلا 10 أعوام، فكنا نأمل أن تتنامى تلك الحوزة شيئا فشيئا في رحاب ظله وعنايته التي ما كنا لنحرم منها. كنا نأمل أن نتوج الفوج الأول من طلابنا على يديه الشريفة، حيث أن طلاب الحوزة على مستوى القسم النسائي تجاوز عمر الحوزة نسائيا 10 سنين، والحوزة تضم أكثر من 150 طالبة ومعلمة، والحوزة الرجالية التي بلغت عمرها السنة 9 في عمرها التحصيلي. وكنا نترقب أن نتوج طلابنا الأعزاء الذين قطعوا شوطا في رحاب حوزة الغدير بأن يتعمموا على يد سماحته رحمه الله تعالى، ولكن حال بيننا وبينه القدر، ولكن مع كل الظروف سنبقى أوفياء إن شاء الله له أساتذة وطلابا نسير على ما سار عليه ونكمل ما ابتدأه إن شاء الله. ثالثا الدور الاجتماعي. لقد كان لسماحته دور بارز وحضور فاعل على المستوى الاجتماعي، كيف لا يكون كذلك وهو وريث الأنبياء في علمهم وأخلاقهم، كما قال صلى الله عليه وآله: العلماء ورثة الأنبياء.
ولقد قال علي عليه السلام لما سئل عن النبي صلى الله عليه وآله قال: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. ولقد كانت لفضيلة الشيخ الستري قدس سره تلك الروح الرسالية الكبيرة التي كانت قادرة على استيعاب أفراد المجتمع ومشاركتهم لهمومهم ومشاركته لهمومهم وآلامهم، وقد جسد ذلك من خلال خصائصه التي تميز بها. أولا، كانت لشخصيته أبوة جامعة ولا يختلف فيها اثنان، كانت لشخصيته أبوة جامعة قادرة على استيعاب الجميع من أفراد المجتمع مع اختلاف أطيافهم وتعدد مشاربهم. ثانيا، مجلسه الذي كان مقصدا للمؤمنين من كل مكان، والذي يكون حافلا بالناس مع اختلاف أعمارهم ولا سيما في كل يوم جمعة. ثالثا، تواصله مع الناس، فقد كان حاضرا في أفراحهم وأتراحهم. رابعا، تصديه لحلحلة الخلافات بين المؤمنين الأسرية والاجتماعية وغيرها. خامسا، كان سندا للكثير من الأسر والعوائل المحتاجة، وكان ظلا للكثير من المتعففين. وسادسا، كان شريكا فاعلا ومؤثرا في معالجة القضايا الأخلاقية والفكرية في المجتمع. سابعا، حضوره الفاعل والمساند لجمعية سترة الخيرية وللكثير من الجمعيات الاجتماعية والحسينية في جزيرة سترة. محور فاصل. جزيرة سترة بعد العلامة الستري. وفاء للشيخ الجليل الذي قضى عمره الشريف من أجل العلم والتعليم وإعلاء كلمة الله، وعرفانا لجهوده في خدمة المؤمنين، حيث كان مظلة للمؤمنين عامة ولسترة وأهلها خاصة، يتعين علينا التأكيد على دورين مهمين بعد رحيله. أولا، دور علماء الدين أوفق الأساتذة الحوزة وطلاب العلم، وثانيا دور أفراد المجتمع. أما دور العلماء أو طلبة أساتذة الحوزة وطلاب الحوزات العلمية في ظل تأبين علم من أعلام البحرين ورجل من كبار رجالها، فقده أوجد ثلمة لا تسد، كما قال صلى الله عليه وآله: موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. فيتوجب علينا نحن طلاب العلوم الدينية ونحن نؤبن هذا العالم الكبير أن نذكر أنفسنا بما ينبغي علينا تحقيقه من صفات وشروط للتحصيل العلمي الرسالي، ولا سيما ونحن قد جندنا أنفسنا لطلب العلم ونذرنا أنفسنا لهذا الطريق. فمما ينبغي التذكير به الاشتغال، أولا الاشتغال ببناء النفس وتزكيتها بما يبعث في النفس حالة الخشية من الله تعالى. فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان، وحرم الخشية لا يكون، ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن شق الشعر بمتشابهات العلم. ولذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الحالة الروحانية التي نجدها عند سماحته رحمة الله تعالى عليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونظرا لضيق الوقت والكلمة طويلة إن شاء الله ستنشر في كتيب خاص، لكنني
أرتحل إلى فقرة مهمة تتعلق يا أحبتي بوظيفتنا نحن أبناء سترة. هذه الرسالة مهمة جدا أيها الأحبة، ونحن مدانون لسماحته في رسالات سريعة. أولا، الثبات على العقيدة الراسخ والمبادئ الإلهية والاتصال بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا. ثانيا، الحفاظ على القيم الأخلاقية الفاضلة والسجايا الكريمة تأسيا بسماحته، حيث كان مظهرا للأخلاق الفاضلة التي كان منبعها المصطفى وأهل بيته عليه السلام. ثالثا، الترابط والتلاحم والتراحم ونبذ الخلاف كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. رابعا، معرفة قيمة العلم والعلماء الربانيين والاصطفاف خلفهم، فإن العلماء هم الأمناء على الدين والدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. خامسا، زيارة العلماء وحضور حلقاتهم ودروسهم العلمية، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من مؤمن يقع ساعة عند العالم إلا ناداه ربه عز وجل: جلست إلى حبيبي وعزتي وجلالي، لا أسكننك الجنة معه ولا أبالي. ولأجل هذا سماحته ورضوان الله عليه كان له حضوره الاجتماعي والعلمي وجانب الأبوة لا يخفى على الجميع، ولقد بذل ما كان بوسعه من أجل هذه الجزيرة ومن أجل هذا البلاد، هذا البلد يعني بشكل خاص في جزيرة سترة وبشكل عام على مستوى البحرين. ولهذا سيبقى هذا الرجل العظيم قام شامخا، وسيبقى مثالا لنا نحن طلبة العلم ونحن أبناء سترة وأبناء البحرين جميعا، نسير على دربه ونواصل مسيرته إن شاء الله. وختاما، نسأل الله تعالى أن يتغمد العلامة الراحل بواسع رحمته، وأن يحشره مع سادته المعصومين محمد وآله الطاهرين، وأن يرفع مقامه ودرجته ويبارك في ذريته، ويلهمنا الصبر بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.